ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ ده الفيديو الرابع من فيديوهات شرح كورس ماث 3. الثلاث فيديوهات اللي فاتوا اتكلمنا فيهم عن الجزء بتاع البارشال ديفرنشيشن، لو تفضل الجزئي والتطبيقات بتاعته، واشتغلنا عليها كلها وحلنا عليها مسائل فهمناها المفروض انها كويس تمام. دلوقتي هندخل بقى في حاجه جديده عندنا اسمها الدبل انتجريشن. عشان نعرف يعني ايه دبل انتجريشن، فاحنا في الكورس بتاع ماث 1 خدنا يعني ايه فانكشنز، يعني ايه دوال، واشتغلنا على انواع الفانكشنز وعرفنا انواع الفانكشنز الموجوده، وبعد كده دخلنا في الجزء بتاع الديفرنشيشن تفاضل تمام. وكنا بنفاضل داله بالمنظر ده، كان بيديني داله واي ايكوال اف اوف اكس، وكنت انا بروح اجيب له واي داش تمام. ده اللي كان ايه، ده اللي كان مطلوب مني، كنت بروح اخد الداله دي افاضلها واجيب له واي داش تمام. طيب دلوقتي بقى كانت الداله ديت اللي هي واي ايكوال اف اوف اكس دي، كانت داله فانكشن اوف سنجل فاريبل، داله من متغير وحيد. كان اكس ده بيبقى عندي عباره عن متغير مستقل ديبندنت فاريبل، واي ده اندبندنت فاريبل تمام، متغير مستقل، واي ده كان متغير تابع اللي هو ديبندنت فاريبل. يعني ايه متغير مستقل؟ يعني متغير تابع متغير مستقل، يعني قيم اكس عندي كانت ملهاش علاقه باي حاجه، كنت انا بحط اي قيمه لاكس انا عاوزها، وبالتبعيه كانت قيمه واي بتطلع. يعني انا ما كنتش اتحكم في قيم واي، لا انا كنت اتحكم انا في قيم اكس، حسب قيمه اكس اللي انا بحطها في الداله بتطلع لي القيمه الواي. طيب جينا بعد كده عرفنا ان احنا عندنا فانكشن اوف مالتي فاريبلز، يعني فانكشن من كذا متغير، وشفنا حاجه بالمنظر ده زد بتساوي اف اوف اكس واي مثلا. عرفنا ازاي نفضل الداله ديت، وعرفنا ان احنا نجيب الزد اكس، وعرفنا ان احنا نجيب الزد واي، وجبنا زد اكس اكس وزد واي واي وزد اكس واي وزد واي اكس والكلام ده كله. فاحنا عرفنا ان احنا تحولنا من ان احنا كنا بنشتغل على داله من متغير وحيد لداله من كذا متغير. نفس الكلام بالظبط هنا، جينا بقى بعد كده بعد ما خلصنا كورس بتاع ماث 1 تمام، اللي هو الجزء بتاع التفاضل، دخلنا في كورس ماث 2. كورس ماث 2 خدنا فيه الانتجريشن تمام. طب الانتجريشن هو التكامل، كنا عارفين ان هو العمليه العكسيه للجزء بتاع الديفرنشيشن، العمليه العكسيه للتفاضل. الانتجريشن بقى كان بيديني ايه؟ كان هو بيديني اصلا واي داش، وكنت انا بمسك واي داش ديت اعمل لها تكامل عشان خاطر اجيب له الواي. يعني هو كان بيديني واي داش انا بروح اكامل عشان خاطر انا ارجع انا لايه، لاف اوف اكس دي. دلوقتي بقى احنا هنوسع الكلام شويه، بما ان احنا عرفنا ان في فانكشنز مالتي فاريبل، فاحنا هنوسع الكلام شويه. بدل ما كنت بفاضل داله بس، بدل ما واي داش ديت كانت بتبقى عباره عن فانكشن من اكس بتعمل لها تفاضل بالنسبه لاكس بس عشان اجيب واي، لا انا دلوقتي هيديني فانكشن مثلا من كذا فاريبل، وانا المفروض ان انا اعمل لها تكامل عشان خاطر ايه، ارجع الداله الاصليه. طيب لما كنا بنعمل التكامل ده كان بيديني واي داش، هي عباره عن فانكشن من اكس تمام، وانا كنت بعمل لها تكامل بالنسبه لدي اكس. يعني انا بالنسبه لي بما ان الفانكشن ديت كانت فانكشن من اس، فالفانكشن ديت هي فانكشن في اتجاه اكس. يعني انا لو عندي كده فانكشن في اتجاه اكس اكسس تمام، يعني بما انها فانكشن اكس فده كانت فانكشن في اتجاه اكس، التغير بتاعها في اتجاه اكس بس، مفيش اي تغير في اتجاه واي تمام. طيب الواي بالنسبه لي احنا قلنا ان هو متغير متغير تابع مش متغير مستقل. هنا دي اكس ده كده كنا بنسميه عنصر طول، يعني احنا كنا بناخد حته صغيره خالص كده اسمها دي اكس تمام، دي كده كنا بنسميها دي اكس، وكنا بنعمل تكامل عشان خاطر نجيب الشكل ده كله، الجزء ده كله، يعني هنا مثلا دي اي ودي بي، كنت انا بعمل تكامل من اي لبي بيطلع لي ايه، الحته دي كده. بمعنى خدنا ابلكيشن عليها عشان خاطر نفهم اكتر، لو ده كده الاكس واي اكسس وعندي دي كده، ده كده كيرف معين، فانا كنت باجي مثلا هنا دي عند هنا دي نقطه ايه ودي نقطه بي تمام، وانا عاوز احسب المساحه اللي تحت الكيرف من النقطه ايه للنقطه بي، فانا كنت باجي باخد هنا عنصر صغير خالص كده بنسميه دي اكس تمام، عنصر صغير كده بنسميه دي اكس، وبعمل له تكامل، بعمل له تكامل من A إلى B، بعمل له تكامل من A ل B، فكده كنت أنا بجيب المساحة بتاعت اللي تحت الكيرف ده من نقطة A لحد النقطة B. فكنت أنا اللي بعمله إن أنا بعمل إيه؟ كنت بعمل تجميع لمجموعة من العناصر دي إكس دي، ده كده اسمه عنصر طول دي إكس، كنت بعمل تجميع لمجموعة من العناصر الصغيرة خالص اللي هي دي إكس، تجميعها من نقطة A لحد نقطة B كان بيديني المساحة تحت الكيرف ده عند إيه؟ من نقطة A لنقطة B. طيب ايه بقى اللي هيختلف عندنا بما ان احنا هنشتغل على فانكشن من كذا فاريبل؟ اللي هيختلف عندنا ان انا الفانكشن بتاعتي الرسمه بتاعتي تبقى حاجه بالمنظر ده كده. بدل ما انا كنت شغال على فانكشن بس من اكس بس، انا هشتغل دلوقتي على فانكشن من اكس وواي، وهحتاج ان انا اعمل لها تكامل. يعني انا عندي هنا مثلا زد هي فانكشن من اكس وواي، وانا محتاج ان انا اعمل لها تكامل، دي كده زد داش انا عامل لها تكامل عشان خاطر اجيب الزد اصلا. فانكشن من اكس وواي يعني بيبقى عندي مساحه بالمنظر ده كده، دي كده مساحه من اكس، دي كده مساحه ماشي، دي كده عباره عن فانكشن من اكس وواي. فانكشن من اكس واي يعني انا بشتغل على اكس واي بلين. احنا هنا قلنا المساحه بتاعت التغير بتاعي كان بيبقى في اتجاه اكس بس، لان هنا التغير بتاعي هيبقى في اكس وفي واي كمان، فانا محتاج ان انا اعمل تكامل، يعني انا محتاج ان انا اعمل تجميع في اتجاه اكس واعمل تجميع كمان في اتجاه واي عشان خاطر اجيب المساحه بتاعت الشكل ده. فاحنا هناخد عنصر صغير خالص كده، برده هناخد عنصر كده، العنصر ده بقى كده بما ان احنا شغالين على اريا وشغالين على مساحه واكس واي، فهنسمي ده العنصر ده عنصر مساحه مش عنصر طول،
عنصر المساحه ده احنا كده بنسميه دي ايه. طيب بما ان انا بعمل تكامل في اكس وتكامل في واي فانا كده هيبقى عندي علامتين تكامل عشان خاطر اعمل تكامل مرتين، تكامل مره في اكس ومره في واي. طيب الدي ايه ده، دي ايه ده بقدر افك كل شكل من اتنين، دي ايه ده يا اما يبقى عباره عن دي اكس دي واي يا اما يبقى عباره عن دي واي دي اكس. طيب هيبقى دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس على حسب ايه؟ هنشوف دلوقتي. بس شكلها لو كانت دي اكس دي واي او دي واي دي اكس ده بيبقى ده هو اللي بيحدد لي الترتيب بتاع التكامل، هل انا هعمل تكامل بالنسبه لاكس الاول ولا انا هعمل تكامل بالنسبه للواي الاول. خلي بالك احنا في البارشال ديفرنشيشن لما كنا بنجيب زد اكس كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعتبر اكس هي الفاريبل الوحيد الموجود في المساله وواي كنت بعتبرها ثابت، ولما كنت باجي اجيب زد واي كنت بعتبر واي هي المتغير الوحيد في المساله وبعتبر الاكس ثابت وبعمل تفاضل. نفس الكلام هنعمله هنا بالظبط، لما اجي اعمل تكامل بالنسبه لاكس هعتبر اكس هي الفاريبل الوحيد الموجود في المساله وواي هعتبرها ثابت، لما اجي اعمل تكامل بالنسبه لواي هعتبر واي هي المتغير الوحيد واعتبر الاكس ثابت. طيب خلي بالك هنا بقى انا عندي الاكس والواي هنا الاثنين كل واحد فيهم متغير مستقل عن الثاني، على عكس لما كنا شغالين هنا كان لا كان اكس هي متغير مستقل وواي بالنسبه لك بتبقى متغير تابع. طيب احنا هنا كان بيبقى عندي حدود للتكامل من A الى B، كنت بعمل تكامل من A ل B بالنسبه لاكس، هنا بقى هيبقى ايه؟ نفس الكلام بالظبط، هيبقى عندي حدود برضو للتكامل، التكامل بتاعي يبقى حدوده مثلا من A، من عندي حدود بتاعتي بقى هنشوفها هتشتغل على ايه، بس انا عندي بقى عندي حدود هنا وهنا وهنا وهنا. ايه الحدود ديت بقى هنشتغل عليها ازاي؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. تمام؟ تعالى نشوف هنعمل ايه بالظبط. قلنا دي اكس دي واي او دي واي دي اكس هي اللي بتحدد لي الترتيب بتاع التكامل. فانا لو هعمل لو هشتغل على دي اكس دي واي ده معناه ان انا هعمل تكامل الاول بالنسبه لاكس وبعد كده هعمل تكامل بالنسبه لواي. لو هشتغل دي واي دي اكس يبقى انا هعمل تكامل بالنسبه لواي الاول وبعد كده بالنسبه لاكس. طب هختار دي اكس دي واي او دي واي دي اكس على اساس ايه؟ هنشوف برضه الكلام ده دلوقتي. طيب الحدود بتاعتي تعالى نفترض مثلا ان انا هعمل تكامل لداله من اكس وواي، تمام؟ والتكامل ده هعمله مثلا بترتيب دي واي دي اكس. طيب دي واي دي اكس يبقى ده معناه ان انا هعمل تكامل بالنسبه لواي الاول وبعد كده بالنسبه لاكس. يعني انا الحدود بتاعتي هتبقى عباره عن، ركز معايا كويس، الحدود اللي جوه اللي هو التكامل اللي جوه ده بيبقى هو حدود بتاعت الحاجه اللي جوه، يعني انا هعمل تكامل بالنسبه لواي يعني الحدود اللي جوه دي هتبقى بتاعت واي، يعني انا هعمل تكامل من واي 1 لحد واي 2. والحدود اللي بره بتبقى هي بتاعت التكامل الثاني. يعني انا هيبقى الحدود بتاعتي ديت هي الحدود بتاعت اكس، يعني انا هعمل تكامل هنا من اكس 1 لحد اكس 2. ركز معايا في حاجه، واي 1 وواي 2 اللي هم الحدود بتاعت واي بيبقى ليهم حاله من اثنين، يا اما يكونوا ثوابت تمام او ان هم يكونوا داله من اكس، يكونوا داله من اكس او يكونوا ثوابت. اكس 1 واكس 2 ليهم حالتين برضه، يا اما يكونوا ثوابت يا اما يكونوا داله من واي. بمعنى ما ينفعش ابقى هنا عندي انا بكامل بالنسبه هعمل تكامل الاول بالنسبه لواي وتلاقي الحدود اللي جوه بتاعتك هي دوال حدود من واي، ما ينفعش. طالما هي حدود من واي تبقى دي حدود من دي حدود اكس، ما ينفعش تبقى حدود واي. تمام؟ دايما دايما الحدود بتاعت التكامل اللي بره دي، الحدود اللي بره دايما بتبقى عباره عن ثوابت. الحدود بتاعت الحدود اللي بره دايما ثوابت. الحدود اللي جوه ديت حسب بقى هي اكس ولا واي على حسب الترتيب بتاع المساله، يعني ده كده مش ده اللي احنا هنشتغل عليه، بس لا هي ممكن تكون دي اكس دي واي. بس دايما الحدود اللي بره قلنا هتكون ثوابت سواء بقى كانت حدود اكس او حدود واي. الحدود اللي جوه دي بقى يا اما تكون ثوابت يا اما تكون متغيرات على حسب ما نشوف ايه، حسب المساله حسب وضع المساله. طيب المسائل عندنا بتبقى نوعين. النوع الاول بيبقى عندي معطى فيها الحدود بتاعت التكامل، هو يقول لي اعمل لي تكامل للداله ويديني الداله ويديني الترتيب تمام ويديني الحدود بتاعتي جاهزه وكل المطلوب مني بس ان انا اعمل التكامل ده واطلع له النتيجه بتاع التكامل. او ان هو يكون مش معطى حدود التكامل بس مديني المعادلات بتاعت ار، ار ديت اللي هي الريجن اللي احنا بنشتغل عليها، يعني هي الشكل ده كده دي دي ار. ار ديت هو يكون مديني المعادله بتاعت ار ديت، فانا هروح ارسم الشكل ده كده ومن الشكل ده هعرف اجيب الحدود بتاعتي. طيب تعال نشوف، نبدا باول نوع. اول نوع احنا قلنا ايه اللي هو بيبقى مديني هو حدود بتاعت حدود التكامل. تعال نشوف مثال على الكلام ده. مثال مثلا هنا بيقول لي اعمل لي تكامل بتاع 1 زائد 4 اكس واي دي اكس دي واي، وحدود التكامل بتاعتي هنا من 0 ل 1 وهنا من 0 ل 1. أنا عشان خاطر أعمل التكامل أنا محتاج ثلاث حاجات، محتاج الفانكشن اللي أنا هعمل عليها التكامل، أهي الفانكشن موجود. محتاج أعرف ترتيب التكامل وهو هنا مديني الترتيب بتاعي دي إكس دي واي، يعني أنا هكمل الأول بالنسبة لإكس وبعد كده هكمل بالنسبة لواي. ثالث حاجة أنا محتاجها محتاج حدود التكامل بتاعتي وهي معطى عندي في المسألة. فتعالى نشتغل على أول حاجة، إحنا قلنا هنعمل الأول هنكامل بالنسبة لإكس بما إنها دي إكس دي واي. خلي بالك إحنا قلنا الحدود اللي جوه تبقى بتاعت إكس، الحدود اللي بره بتبقى بتاعت واي بما إن ده هو ده الترتيب اللي هو مديهولي. تعالى هنكمل. هيبقى أنا عندي تكامل من 0 ل 1
هكمل الداله ديت كده بالنسبه للاكس. تكامل الواحد بالنسبه للاكس هيبقى عباره عن اكس زائد تكامل الواي ديت هتنزل زي ما هي، ادي الواي تنزل زي ما هي. تكامل الاكس بالنسبه للاكس هتبقى عباره عن اكس تربيع على 2، هزود الاس واسم الاس 1، يعني انا كده هيبقى عندي 4 على 2 اكس تربيع، 4 على 2 اللي هي تبقى 2 اكس تربيع. يبقى انا هنا هيبقى الشكل ده ممكن اكتبه بالمنظر ده كده، هيبقى عباره عن 2 اكس تربيع واي، والحدود بتاعتي لسه اعوض بيها من 0 ل 1 دي واي. يبقى انا كده محتاج هنا اعوض بالحدود بتاعت واي بتاعت اكس الاول، والشكل اللي هيطلع لي هنا هروح اكمله بالنسبه لواي. طب ركز معايا، انا لما قلت لك ان اللي جوه ديت بما ان انا بعمل تكامل بالنسبه لاكس، اللي جوه ديت ما ينفعش تكون دوال من اكس، كان ليه؟ انا عملت تكامل بالنسبه لاكس صح؟ لو انا هنا كان عندي ده هي عباره عن دوال من اكس، فلما كنت هعوض هنا كان هيطلع لي دوال من اكس تاني، فبالتالي كده انا كده ما عملتش اي حاجه. فلازم ديت كده تكون طالما انا هنا شغال بالنسبه لاكس يبقى اللي جوه ديت تكون داله من واي، واللي بره ده يكون داله من اكس او ثوابت. بس ما ينفعش طالما انا شغال على اكس بكمل بالنسبه لاكس، ما ينفعش اللي جوه ده يكون دوال من اكس. طيب تعالى نعوض. لما اعمل التعويض بتاعي هيطلع عندي هنا كان ده هيساوي تكامل من 0 ل 1، هعوض الاول بالحدود بتاعتي اللي هي بالواحد، يطلع لي هنا 1 زائد 2 واي. لما اعوض بالزيرو هلاقي ده يروح بزيرو زائد زيرو يبقى 5. هعمل بقى تكامل بالنسبه لواي دي واي. التكامل بتاعي بالنسبه لواي هيبقى عباره عن تكامل الواحد بالنسبه لواي هيبقى واي، تكامل 2 واي هيبقى عباره عن واي تربيع، والحدود بتاعتي برده من 0 ل 1. لما اعوض بالحدود بتاعتي هلاقي ان الناتج في الاخر هيطلع عندي بيساوي 2. دي كده مساله مباشره ما فيهاش اي حاجه على ايه؟ على الشكل بتاع الدبل انتجريشن. مديني الداله، مديني الترتيب، مديني الحدود، والحدود بتاعتي كمان ثوابت، وطالب مني ان انا اعمل ايه؟ اعمل له التكامل بتاعي. تعالى نشوف مثال كمان عشان كده. مديني حاجه بالمنظر ده كده. تكامل من 1 ل 2، تكامل من 1 ل 5 بتاع 12 اكس تربيع واي دي واي دي اكس. طيب مديني الداله برده، مديني الحدود بتاعتي، مديني الترتيب ومديني الحدود، طالب مني ان انا اعمل له التكامل. تعالى نعمل التكامل. التكامل بتاعي دي واي دي اكس ده الاوردر بتاعي، يبقى انا هعمل التكامل الاول بالنسبه لواي، بعد كده هعمل التكامل بالنسبه لاكس. تعالى نعمل التكامل بالنسبه لواي. التكامل بالنسبه لواي يعني انا هيبقى عندي يفضل لي هنا تكامل من 1 ل 2 تمام. الاكس تربيع المفروض تنزل زي ما هي، ادي الاكس تربيع زي ما هي. تكامل واي بالنسبه لواي هيبقى عباره عن واي تربيع على 2، هقسم كده على 2 يبقى هيطلع لي هنا عندي عباره عن 6 اكس تربيع وهنا واي تربيع، وحدود الواي بتاعتي هنا من 1 ل 5 دي اكس. طيب تعالى نعوض، هيطلع الكلام ده عندي في الاخر هنا بيساوي تكامل من 1 ل 2 تمام، وادي الست الاكس تربيع بتاعتي زي ما هي. لما اعوض عن واي هنا ب 5 يبقى عباره عن 25 ناقص 1 يبقى عباره عن 24، 24 في 6 نشوف بقى الرقم ده يطلع بكام ايا يكن هو كام تمام. طيب يعني انا كده هيبقى عندي عباره عن دي هنا 6 وعندي هنا في 24 دي اكس. هعمل تكامل بالنسبه لاكس، هيطلع عندي اكس تربيع لما عملنا تكامل هتبقى عباره عن اكس تكعيب على 3، فستة على 3 تبقى 2، يبقى يعني هنا عندي 2 اكس تكعيب تمام، الكلام ده مضروب في 24 والحدود بتاعتي من 1 ب 2. هعوض هيطلع عندي 48 تمام، ولما اعوض عن اكس ب 2 هيبقى عندي 8 ماينس 1، هشوف الكلام ده هيطلع بيساوي كام، وهو ده الناتج بتاعي. طيب وبيقول لي بقى، كان بيقول لي حاجه، بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو كان حدود التكامل بتاعتي ثوابت، يعني هنا تكامل من 1 ل 2 وتكامل من 1 ل 5 فهنا الحدود بتاعتي ثوابت، والداله اللي جوه ديت هي عباره عن حاصل ضرب او قسمه، حاصل ضرب او قسمه يعني عباره عن داله ينفع افصلها عن بعضها، فبالتالي انا ممكن افصل الاكس والواي عن بعض واعمل تكامل كل واحده فيهم لوحدها. بمعنى انا ممكن احل المساله بالمنظر ده، هنا الحدود بتاعتي ثوابت، الداله اللي جوه ديت عباره عن حاصل ضرب، فممكن اطلع ال 12 دي بره خالص اصلا واعمل تكامل اخد الاكس لوحدها، الاكس لوحدها هاخدها بالحدود بتاعتها، حدود الاكس اللي هي من 1 ل 2، فدي حدود الاكس هي من 1 ل 2، واخد الحته بتاعت الاكس دي اكس تربيع اهي دي اكس. الكلام ده هيبقى مضروب فيه، الكلام ده كله كده مضروب فيه، اخد الواي لوحدها، ادي الواي الحدود بتاعتها من 1 ل 5، واخد الواي الداله بتاعت الواي وادي دي واي، واعمل التكامل ده لوحده شوف هيطلع بكام، واعمل التكامل ده لوحده شوف هيطلع بكام، واضربهم الاثنين في بعض هيطلع لي نفس الناتج اللي احنا ايه اللي احنا طلعناه هنا. بس ده خلي معاك في ايه؟ في حاله ان الحدود ثوابت والداله اللي جوه مضروبه او مقسومه، ينفع افصلها عن بعضها، ما ينفعش يكون مثلا موجود عندي هنا مثلا 12 اكس زائد واي تربيع تقول لي انا اروح افصل ده، اخد دي الاكس ديت اعملها تكامل بالنسبه للاكس، واخد الواي دي اعملها تكامل بالنسبه للواي، لا الكلام ده غلط ما ينفعش، لازم يكونوا مضروبين في بعض عشان ينفع ان انا ايه افصلهم عن بعض. طيب تعال نشوف مساله كمان. مساله مثلا زي دي كده، تكامل من 0 ل 1 تكامل من اكس 2 ماينس اكس، والداله بتاعتي عباره عن اكس تربيع ماينس واي دي اي. طيب احنا قلنا عشان نحل اي مساله دبل انتجريشن محتاجين ثلاث حاجات، محتاجين الداله موجوده الداله، محتاجين الحدود بتاعتي موجوده الحدود، محتاجين الترتيب، الترتيب هنا هو مش معطى الترتيب.
مش معطى الترتيب يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف الترتيب. بنعرف الترتيب ازاي؟ طالما معطى الحدود بتاعتي يبقى انا اقدر اعرف الترتيب. الحدود بتاعتي قلنا الحدود بتاعت واي بتبقى داله من اكس، فانا عندي اللي جوه هنا هو عباره عن داله من اكس، يبقى انا عرفت ان اللي جوه ده هي حدود واي، واللي جوه ده قلنا هي الحاجه اللي احنا بنعمل لها تكامل الاول، يعني دي كده الدي اي دي هتبقى عباره عن دي واي دي اكس. كلام جميل. تعالى نعمل تكامل بالنسبه لاكس لواي. هنعمل تكامل بالنسبه لواي، هيفضل لي تكامل من 0 ل 1 بتاع، هكمل انا بكمل بالنسبه لواي، فتكامل اكس تربيع بالنسبه لواي، يعني كانها عباره عن اكس هي ثابت اصلا، فالاكس تربيع تنزل زي ما هي، وتكامل واحد بالنسبه لواي يبقى عباره عن واي، تكامل الواي بالنسبه لواي يبقى عباره عن واي تربيع على الاثنين، وهعوض بالحدود بتاعت اللي هي من اكس ل 2 ماينس اكس دي اكس. تمام. طيب يبقى الكلام ده هو عباره عن تكامل من 0 ل 1، ادي الاكس تربيع بتاعتي زي ما هي اهي، وهعوض بقى بالحد الكبير الاول اللي هو 2 ماينس اكس، ادي 2 ماينس اكس ماينس 2 ماينس اكس كل تربيع كان ده على 2. تمام. طيب وبعدين ده كده اهو، وبعد كده هعوض بالحد الثاني بتاعي اللي هو يبقى ماينس، هعوض عن الواي باكس، يبقى هنا عباره عن اكس تكعيب ماينس اكس تربيع على 2 دي اكس. تعال نبسط الشكل ده كده شويه، الشكل ده كده لما اعمله تبسيط شويه هيبقى عباره عن الاكس دي تربيع دي هتتضرب هنا في الاثنين، والاكس دي تربيع هتتضرب في ماينس اكس تكعيب، هيبقى عندي ماينس اكس تكعيب، وهنا في ماينس اكس تكعيب، يبقى انا عندي تكامل من 0 ل 1 بتاع ماينس 2 اكس تكعيب، وفي هنا عندي 2 اكس تربيع، وفي هنا عندي زائد اكس تربيع على الاثنين. تمام. يبقى عباره عن زائد 2 زائد نص، هيبقى عباره عن 5 على الاثنين اكس تربيع. تمام. وفي هنا عندي ماينس نص في 2 ماينس اكس كل تربيع دي اكس. واقدر بقى اعمل ايه؟ اعمل التكامل ده. لما نيجي نعمل التكامل ده يبقى عباره عن ايه؟ هزود هنا الاس واحد بس من الاس الجديد. تمام. يبقى عندي ماينس 2 اكس باور 4 على 4. تمام. زائد 5 على 2، وازود الاس بتاع الاكس تربيع يبقى عباره عن 5 على اكس تكعيب على 3. تمام. وادي ناقص، والنص ينزل زي ما هو، و2 ماينس اكس ده كده هعتبره كانه قوس على بعضه، هزود الاس بتاعه واقسم الاس الجديد، يبقى ماينس 2 ماينس اكس يبقى كل تكعيب على 3. وما انساش ان انا بقسم على المعامل بتاع اكس اللي هو المعامل بتاع اكس سالب 1، فهقسم على سالب 1، فدي كده هتتحول انها بدل ما هي ماينس تبقى بس. والحدود بتاعتي من 0 ل 1، هعوض واشوف الناتج بتاعي هيطلع بكام، يبقى هو ده ايه؟ الناتج بتاعي. تمام؟ طيب. دي كده المسائل لما يبقى هو عندي معطى حدود التكامل ومطلوب مني بس ان انا اعمل التكامل. اللي ممكن يعمله في المساله ان هو ممكن بس ما يدينيش الترتيب، يديني دي ايه؟ يدالي كده كدي ايه؟ فانا بقدر اعرف الترتيب بتاعي من الحدود بتاعت التكامل. النوع الثاني بقى عندي من المسائل قلنا بيبقى معطى الار بتاعتي، مش معطى حدود التكامل بتاعتي، مش معطى حدود التكامل ولا الترتيب، مديني بس المعادله بتاعت ار، ومطلوب مني بقى ان انا بروح انا ارسم الار ديت، وعلى حسب شكل الار ديت انا بقدر اطلع منها حدود التكامل واطلع الترتيب. فخطوات الحل بتاعتنا ان احنا بنروح نرسم ار، وبعد كده بنروح ناخد شريحه افقيه، شريحه راسيه او شريحه افقيه على حسب شكل المساله وحسب الرسم او حسب الداله اللي موجوده عندي. تمام. وبطلع من على الرسمه ديت الحدود بتاعت ار. ففي حاله ان انا خدت شريحه افقيه، خدت شريحه افقيه، بيبقى الترتيب بتاعي دي اكس دي واي. لو انا خدت شريحه راسيه بيبقى الترتيب بتاعي دي واي دي اكس. طيب تعالى نشوف ازاي بناخد الشريحه وبنطلع من عليها الحدود ازاي. لو انا هنفترض ان احنا هناخد هوريزونتال ستريب، تمام، يعني هناخد شريحه افقيه، فالتكامل الشكل بتاعي بتاع الرسمه بتاعتي مثلا بيبقى كده، ده كده المحور بتاعتي، ده واي ده اكس. تمام. ودي كده الريجون بتاعتي، انا رسمت الداله اللي هو مديها لي فطلعت هي دي الداله، وانا هنا جيت خدت شريحه افقيه. تمام. انا خدت كده شريحه افقيه ومحتاج ان انا اطلع من عليها الحدود بتاعتي. طيب احنا قلنا الترتيب بتاعي بيبقى عباره عن دي اكس دي واي، بما ان انا شغال على ايه؟ على شريحه افقيه. طيب الحدود بتاعتي بتبقى بقى عباره عن ايه وبجيبها ازاي؟ الحدود بتاعت الواي، انا كده بما ان انا شغال على واي فاحنا قلنا الحدود اللي بره بتبقى دايما ثوابت. تبقى دايما ثوابت الحدود بتاعت الواي، بيبقى عباره عن ان انا باخد اقل نقطه هنا كده، فنفترض ان دي نقطه A، واعلى نقطه هنا كده، فنفترض ان دي نقطه B، ويبقى هي ديت الحدود بتاعت الواي، يبقى انا كده الحدود بتاعت الواي بتاعتي من A ل B. حدود الاكس بتاعتي بتبقى عباره عن من ابعد نقطه هنا، تمام؟ ومن ابعد نقطه هنا ديت بنسميها بتبقى عباره عن F1X function. تمام. دي هي F1X لحد اخر نقطه موجوده عندي هنا. تمام. ودي بتبقى عباره عن F2X.
يعني هنا كده بيبقى عباره عن f2x. خلي بالك ان f1x و f2x بيبقى عباره عن دالتين معلش انا اسف جدا. اول نقطه بتاعتي ابعد نقطه عندي هنا بتبقى عباره عن نقطه x equal f1y، واخر نقطه عندي هنا بتبقى عباره عن x equal f2y. خلي بالك احنا قلنا الحدود اللي جوه بتاعت الاكس بيبقى دايما يا اما ثوابت يا اما دوال من y، يعني هنا هيبقى عباره عن f1y وهنا f2y. دي كده الحدود بتاعت ايه؟ دي كده الحدود بتاعت الاكس بتاعتي. طيب باخد امتى شريحه افقيه بالمنظر ده؟ على حسب شكل الرسمه بتاعتي. كمثال مثلا يعني انا لو عندي مثلا حاجه بالمنظر ده كده، دي الرسمه بتاعتي كده، فانا هنا بالنسبه لي اسهل ان انا اخد شريحه افقيه. ليه اسهل ان انا اخد بالنسبه لي شريحه افقيه؟ انا طول ما انا الشريحه بتاعتي هنا بتبقى باخد الشريحه بتاعتي، طول ما انا هنا بادئ من اول الرسمه بتاعتي من هنا من تحت خالص لحد ما هوصل هنا فوق خالص، بدايه الشريحه لو انا اخدتها افقيه بدايتها هتبقى على الخط ده ونهايتها هتبقى على الخط ده، فده معناه ان انا هاخد التكامل مره واحده، مش هحتاج ان انا اقسم التكامل بتاعي. على عكس لو انا اخدت الشريحه راسيه بالمنظر ده، فهلاقي ان انا لما ابدا هنا بدايه الشريحه هنا على محور اكس، نهايه الشريحه على الخط المايل ده، هفضل ماشي 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 كده لحد ما اجي هنا، لحد ما اجي هنا هلاقي بدايه الشريحه بتاعتي بقت على محور اكس ونهايه الشريحه بقت على الخط الثاني ده، فده معناه ان انا هحتاج ان انا اقسم التكامل. فانا هنا في الحاله ديت على وضع زي ده كده اسهل لي ان انا اخد ايه؟ اسهل لي ان انا اخد شريحه افقيه. طيب في حاله ان انا هاخد بقى فيرتيكال، يعني انا هاخد شريحه راسيه تمام، فلو دي الريجون بتاعتي فالترتيب بتاعي قلنا هيبقى عباره عن دي واي دي اكس، بما ان انا هاخد شريحه راسيه. فتعالى هنجيب حدود التكامل. انا هاخد شريحه راسيه، يعني هاخد شريحه بالمنظر ده كده تمام. لما اجي اجيب حدود الاكس، حدود الاكس قلنا بتبقى ثوابت، حدود الاكس هتبقى عباره عن ان انا هاجي هنا عند ابعد نقطه من اول نقطه تقابلني، انا بمشي من هنا كده بمشي من الشمال تمام، اول نقطه تقابلني بنزل بيها تبقى دي ايه، دي اول ده بدايه حدود الاكس، لحد اخر نقطه في الريجن بتاعتي تبقى دي بي، فهي ديت اخر حدود الاكس. الواي بتاعتي بتبقى عباره عن اطلع من تحت كده وانا طالع لحد اول نقطه تقابلني، فدي بتبقى عباره عن واي ايكوال اف 1 اوف اكس لحد اخر نقطه خالص وانا طالع، فدي بتبقى عباره عن واي ايكوال اف 2 اوف اكس. يبقى الحدود بتاعتي هنا من اف 1 اكس لحد اف 2 اوف اكس. او ممكن انت باخد مثلا الشريحه الراسيه، لو انا عندي مثلا رسمه بالمنظر ده، رسمه بالمنظر ده بيبقى اسهل ان انا اخد ايه؟ اخد شريحه راسيه. ليه اسهل ان اخد شريحه راسيه؟ طول ما انا ماشي بالشريحه في الريجون بتاعتي من اول هنا لحد هنا، بدايه الشريحه هتبقى على الخط ده، نهايه الشريحه هتبقى على الخط ده. بالعكس لو انا اخدت الشريحه افقيه هلاقي ان انا في الاول هنا بتبقى الشريحه بدايتها هنا ونهايتها هنا، لما اطلع فوق تبقى بدايتها هنا ونهايتها هنا، الخط ده غير الخط ده، هلاقي ان انا محتاج اعمل تقسيم للتكامل. طيب في حالات او مزايا ممكن يبقى فيها ما يفرقش معايا انا هاخد الشريحه افقيه ولا الشريحه راسيه. لو انا مثلا عندي حاجه بالمنظر ده كده، انا عندي حاجه كده، فبالنسبه لي لو انا اخدت الشريحه كده او اخدت شريحه كده مش هتفرق معايا، مش هحتاج ان انا اقسم التكامل في كلا الحالتين، لو انا سواء اخدتها افقيه او اخدتها راسيه. بختار الاوردر بتاع الانتجريشن بتاعي على اساس ايه؟ ترتيب التكامل بختاره على اساس ايه؟ بختار الترتيب بتاع التكامل بتاعي على اساس الشكل بتاع الار، شكل الريجن بتاعتي ار ده او ده او ده، على حسب. هنا بالنسبه لي قلنا ان انا احسن لي اخدها افقيه، هنا احسن لي ان انا اخدها راسيه، هنا ما عنديش مشاكل اخدها افقيه او راسيه تمام. فاما على حسب شكل ار او على حسب الداله، الداله اف، الداله اف بتاعتي الداله اللي انا بعملها تكامل، ممكن التكامل بتاعي اللي هنا مثلا، يعني انا ممكن نشوف انا بعمل تكامل هنا اهو لداله من اكس وواي، الداله بتاعتي ديت انا وانا بعمل لها تكامل ممكن الداله ديت تكون صعبه او مستحيل ان انا اعرف اعملها تكامل بالنسبه لاكس، فبالتالي هبدا الاول بالتكامل بتاع واي وبعد كده الاقي ان المساله اتسهلت شويه فهقدر اعمل التكامل بالنسبه لاكس. طيب تعالى نشوف مثال مثلا على الكلام ده كده. لو انا عندي دبل انتجريشن بتاع كوزاين اكس تربيع دي اكس دي واي، انا عاوز اعمل تكامل الكوزاين اكس تربيع بالنسبه لاكس، ما اعرفش اعمل التكامل ده ليه؟ لان الدوال المثلثيه عشان خاطر اعملها تكامل لازم اللي جوه الداله يكون زي اللي ورا اللي ورا الدي، فانا هنا اللي ورا الدي اكس واللي جوه هنا اكس تربيع، فانا مستحيل اعرف اعمل التكامل ده. طب هعمل ايه؟ اسهل لي ان انا اشتغل بدي واي دي اكس، هلاقي المساله بقت سهله، اقدر اعمل لها تكامل بالنسبه لدي واي، اعمل تكامل بالنسبه للواي الاول عادي وبعد كده هعرف ان انا اعمل التكامل بتاع اكس تمام. طيب طبعا في شويه كيرفز محتاجين ان احنا نراجع عليهم، هتلاقوا الكيرفات دي موجوده في ورق اللي هي الكيرفات بتاعت معادلات الخط المستقيم، معادله الاكس تربيع، الاكس تكعيب، الجذر، الاي، الساين، الكوزين، الحاجات دي كلها المفروض ان انتوا ايه
تفتكروا ايه الرسومات بتاعتها عشان خاطر نعرف نفسها. طيب برضو محتاجين نفتكر حاجتين كده بس قبل ما ناخد مسائل. لما باجي اعمل تكامل من ماينس a لحد a بتاع even function دالة زوجية، فكان التكامل ده بيطلع عبارة عن ان هو تكامل اضرب في 2 واخد الحدود بتاعتي من 0 ل a. يعني انا لما عندي التكامل من سالب حاجة لموجب الحاجة ديت بشوف الدالة اللي جوه، لو الدالة ديت even بخليها 2 واغير بضرب في 2 واخلي التكامل من 0 ل a. في حالة ان انا بعمل تكامل من ماينس حاجة لحاجة والدالة ديت كانت odd، التكامل ده بيطلع بيساوي ايه؟ بيساوي 0. ايه الاود فانكشنز والايفن فانكشنز؟ الاود فانكشنز عندي اللي هي كانت عبارة عن الاكس، الاكس تكعيب، اكس باور 5، اي اكس ليها باور فردي، ومثلا عندي الساين كان دالة ايه؟ كان دالة برضو فردية. الدالة الزوجية كان الزيرو، الاكس تربيع، الاكس باور 4، اي اكس ليها باور زوجي والكوزاين. طبعا لما كنت بجمع دالة زوجية على دالة زوجية كان بيبقى الناتج بتاعي دالة زوجية، لما بجمع دالة فردية على دالة فردية بيبقى الناتج دالة فردية، لما اضرب دالة فردية في دالة زوجية كان بيبقى الناتج دالة فردية. تمام؟ لما بضرب دالة فردية في دالة فردية بيبقى الناتج زوجية، لما بضرب دالة زوجية في دالة زوجية بيبقى الناتج دالة زوجية. الحاجات دي ممكن تراجعوا عليها، ممكن في مسألة مثلا تسهل لي حاجة معينة في المسألة. تعالى نبدأ نشوف مسألة على الكلام ده عشان خاطر نفهمه أكتر، عشان خاطر نعرف ازاي هنرسم ونطلع من على الرسمه بتاعتي نختار الشريحه، ومن على الشريحه نطلع ايه الحدود ونختار الترتيب بتاعنا. هو بيقول لي اعمل لي التكامل ده، تكامل على ار، تكامل على ار ده يعني هو معناه ان هو هيديني الريجن ار ديت بتاع اي باور اكس بلس 3 واي دي اي. احنا قلنا التكامل دبل انتجريشن عشان خاطر نعمله محتاجين الداله، فالداله هنا معطاه عندي، محتاجين الحدود بتاعت التكامل، حدود التكامل مش معطاه، ومحتاجين الترتيب، والترتيب برده هنا مش معطاه. فانا محتاج هنا انا اعرف الترتيب وانا اطلع انا ايه الحدود بتاعتي. طيب مديني برضو ار، بيقول لي ار هي عباره عن، مديني المعادلات بتاعت ار اللي هي y equal 1 تمام و y equal 2 و y equal x و y equal 5 minus x. هنا هو مديني المعادلات بتاعت y، فانا هروح اخد المعادلات ديت ارسمها واطلع من على المعادلات ديت الشكل بتاعي، الترتيب بتاعي وحدود التكامل. تعالى نفس دي المحاور بتاعتنا، مديني اول حاجه y equal 1، ف y equal 1 ده بيبقى عباره عن خط افقي مستقيم عند y equal 1 اهو، ده كده خط y equal 1. مديني y equal 2 اهو، ده كده خط عند y equal 2. مديني y equal x، y equal x ده بيبقى خط مستقيم مايل بيمر بنص الاصل اهو، ده كده y equal x، معلش على خاطر نرسم كده احسن، ده كده y equal x. مديني المعادله بتاعت y equal 5 minus x، y equal 5 minus x دي عباره عن معادله خط مستقيم، بس خط مستقيم مايل الناحيه الثانيه. ليه مايل الناحيه الثانيه؟ عشان خاطر الاكس بتاعتي بالسالب، لو كانت الاكس بالموجب يبقى الخط مايل ناحيه اليمين، لو الاكس بالسالب يبقى الخط بتاعي مايل ناحيه الشمال. تقدر ان انت تعوض عن نقطه، مثلا تعوض عن x ب 0 هتطلع لك الواي ب 5، تعوض عن الواي ب 0 هتطلع لك الاكس ب 5، تقدر تجيب نقطتين توصلهم ببعض ترسم الخط المستقيم. فاحنا كده ايه ممكن يبقى الخط ده كده لما نرسمه يطلع بالمنظر ده. طيب ده كده y equal x، ده كده y equal 5 minus x. محتاج بقى بتاع ايه؟ انا فين الريجن بتاعت اللي انا هشتغل عليها؟ الريجن بتاعت اللي انا هشتغل عليها هي الحته دي كده، الحته دي ده كده، الحته اللي في النص دي. فمحتاج هنا الحته ديت ان انا اشوف انهي اسهل، ان انا اخد شريحه افقيه ولا راسيه واطلع منها بقى على حسب الشريحه الافقيه ولا الراسيه، انا كده هعرف الترتيب. ومحتاج بقى انا بعد ما اخد الشريحه اطلع الحدود بتاعتي. طيب انا باخد الشريحه بتاعتي بحيث انه في الفتره اللي انا بعمل تكامل عليها بدايه الشريحه ونهايتها ما تتغيرش. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو اخدت هنا شريحه افقيه بالمنظر ده كده تمام، فهلاقي ان بدايه التكامل بتاعي بيبدا من هنا، دي بدايه الفتره اللي انا عملتها تكامل ونهايتها اهي. بدايه الفتره لو اخدت شريحه افقيه بيبقى بدايه الشريحه على الخط ده ونهايه الشريحه على الخط ده، وطول ما انا ماشي هتبقى برده بدايه شريحه كده هنا ونهايه شريحه هنا. على العكس لو انا اخدت شريحه راسيه، هلاقي ان انا لو اخدت شريحه راسيه هلاقي في الحته دي كده بداية الشريحة بتاعتي على الخط ده اللي هو y equal 1 ونهايته على الخط المائل اللي هو y equal x. همشي شوية 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 لحد ما اجي هنا الاقي بداية الشريحة بتاعتي على الخط اللي هو y equal 1 ونهاية الشريحة على الخط اللي هو x y equal 2. بداية الشريحة اتغيرت ونهايتها اتغيرت. هاجي هنا شوية الاقي ان بداية الشريحة بقت على الخط اللي هو y equal 1 ونهايته على نهايتها على الخط اللي هو y equal 5 minus x. فبالتالي طالما الشريحة بدايتها ونهايتها بيتغيروا يبقى انا كده هحتاج ان انا اقسم التكامل. فبالنسبة لي اسهل ان انا اخد شريحة افقية عشان خاطر ما اقسمش التكامل. خصوصا كمان ان انا التكامل بالنسبه لي سواء اخدته بالنسبه للاكس او بالنسبه للواي هعرف اعمله تكامل، لان الداله بتاعتي سهل اعملها تكامل بالنسبه للاكس او بالنسبه للواي. يعني انا خدت ان انا اعرف ايه هعمل، اخد شريحه افقيه، هاخد شريحه افقيه يعني هي هتبقى عباره عن دي اكس دي واي. كده عرفت ايه؟ عرفت الترتيب بتاعي. طيب محتاج بقى ان انا اطلع حدود التكامل بتاعتي.
حدود التكامل قلنا احنا بنيجي على الريجون بتاعتي اللي انا هعمل عليها تكامل واشوف اقل نقطه فيها بطلع من عاوز اجيب حدود واي. حدود واي بعمل ايه؟ بطلع من تحت كده بخط لحد ما اوصل لاول خط في الريجن بتاعتي. اول خط بتاعي ده اللي هو معادلته y equal 1. يعني انا بدايه حدود التكامل بتاعتي تبقى عباره عن من 1 لحد افضل طالع مكمل لحد اخر حاجه في الريجن بتاعتي. اخر حاجه هي ديت اللي هي عباره عن y equal 2، يعني هنا 2. تعال نجيب بقى حدود الاكس. حدود الاكس بتاعتي قلنا بنبص من الشمال كده لحد اول خط يقابلني في الريجن. اول حاجه هتقابلني في الريجن الخط ده اللي هو معادلته y equal x، يعني هنا هيبقى عباره عن x تمام لحد اخر حاجه في الريجن بتاعتي. معلش انا اسف، احنا قلنا خدنا شريحه افقيه فبالتالي هيبقى عباره عن ده كده، بيبقى الحدود بتاعت اكس بتبقى عباره عن دوال من واي. فبالتالي هنا بدل ده خط واي ايكوال اكس قلنا يبقى ده كده هو الخط بتاع اكس ايكوال اف 1 اوف واي. اف 1 اوف واي اللي هي يبقى هنا ديت الحدود بتاعتي بواي لحد اخر هنا، اخر حاجه هنا خالص. الخط ده معادلته واي ايكوال 5 ماينس اكس، يعني الخط ده هو معادلته بتاعت ايكوال، هو نفسه معادلته x equal 5 minus y. يعني انا كده هيبقى نهايتي بتاعتي نهايه الحدود بتاعتي 5 minus y، والتكامل بتاعي الداله اللي هي x plus e power x plus 3y dx dy. الداله ديت ازاي ممكن اعمل لها تكامل؟ الداله ديت هي عباره عن داله اسيه. الداله الاسيه ديت انا ممكن اخليها عباره عن e power x مضروبه في e power 3y، مش انا هيبقى عندي الاساس واحد والاس مختلف لما اعمل كده بجمع الاسس، فهي ديت لما اضربهم في بعض يبقى عباره عن اي باور اكس بلس 3 واي. طيب هعمل تكامل الاول بالنسبه لاكس، فبالنسبه لي هعتبر الواي ثابت، يعني انا كده دي كده هعتبرها كانها ثابت، يعني هيبقى التكامل بتاعي عباره عن تكامل من 1 ل 2، الاي باور 3 واي تنزل زي ما هي. هعمل تكامل لاي باور اكس، اي باور اكس لو عملها تكامل تبقى هي نفسها، يبقى اي باور اكس، وهعوض بالحدود بتاعتي اللي هي من واي ل 5 ماينس واي ودي واي. تعالى نعوض، هيبقى التكامل من 1 ل 2 وهنا عندي اي باور 3 واي، وهعمل تعويض هيبقى عباره عن e باور هعوض عن الاكس ب 5 ماينس y، يعني تبقى عباره عن كانها e باور 5 ماينس y. e باور 5 كانها e باور 5 ماينس y اللي هي عباره عن e باور 5 مضروبه في e باور ماينس y تمام. الكلام ده ماينس، هعوض عن الاكس ب y يبقى هي مضروب في ماينس e باور y دي y، اللي هو هيبقى عباره عن تكامل من 1 ل 2. نضرب بقى ال e باور 3 y هنا، هيبقى عندي e باور 5 دي ثابت، e باور 3 y مضروبه في e باور ماينس y، يبقى نجمع الاسس 3y ماينس y يبقى عباره عن هنا الكلام ده مضروب في e باور 2y ماينس e باور 3y في e باور y يبقى عباره عن e باور 4y دي y. هنعمل التكامل بتاعي يبقى عباره عن e باور 5 دي ثابت هتنزل زي ما هي مضروبه في e باور 2y، تكاملها يبقى عباره عن e باور 2y نفسها، وهقسم على المعامل بتاع الواي، يعني انا هقسم لها على 2 ماينس e باور 4y، تكاملها يبقى e باور 4y زي ما هي، وهقسم على المعامل بتاع الواي، يعني انا هقسمها على 4 وما انساش اعوض بالحدود بتاعتي اللي هي من 1 ل 2، اعوض بقى بتاعتي واشوف ايه الحدود واشوف الناتج هيطلع عندي بكام تمام. طيب انا هنشوف مساله كمان، مساله زي ديت بيقول لي اعمل لي تكامل على ار برضو، يعني هو مش مديني الحدود بتاعتي، وهنا التكامل بتاعي الداله بتاعتي عباره عن اكس على جذر واي دي اي. نفس الكلام بالظبط، مديني الداله ومش مديني لا الحدود ولا مديني الترتيب، فانا محتاج ان انا ارسم ار واطلع انا بنفس الحدود والترتيب. تعالى نرسم الداله ار بتاعتي. ار بتاعتي هو مديها لي بالمعادلات ديت اللي هي ار معادلتها y equal x تربيع plus 1 y equal 3 minus x تربيع. y equal x تربيع plus 1 y equal 3 minus x تربيع دي عباره عن معادلات بارابولا، هنرسمها بالمنظر ده كده. لما يبقى عندي y equal x تربيع plus 1، يعني انا كده البارابولا لما كان بيديني y equal x تربيع كان بيبقى رسمتها كده تمام. طيب الفرق بقى اللي موجود عندي هنا ان هو عامل لي شيفت في الx، شيفت في الواي قصدي بمقدار 1. يعني ايه؟ يعني المعادله ديت انا ممكن اشوف المنظر ده، ممكن اشوفها كانها عباره عن y minus 1 بتساوي x تربيع. y minus 1 بتساوي x تربيع، ده كده الشيفتنج اللي اتاخد المفروض في math 1، ده كده انا عندي شيفت في y بمقدار 1، يعني انا هطلع في y فوق بواحد، يعني بدل ما هي موجوده كده من عند الزيرو بدل من عند الزيرو لا هي هتبدا من عند ال1 بالمنظر ده كده تمام. طيب y equal 3 minus x تربيع برضو دي بارابولا، بس بدل ما هي مفتوحه لفوق لا البارابولا دي هتبقى مفتوحه لتحت عشان خاطر الاكس التربيع x تربيع بتاعتي بالسالب، وبرضو ممكن اظبط ديت تبقى عباره عن y minus 3 بتساوي minus x تربيع، فبرضو انا عندي شيفتنج في الواي بمقدار 3، بدل ما هي هتبقى من هنا كده مرسومه كده لا هيبقى فيها شيفت شويه لفوق
شفت شويه لفوق بمقدار 3، يعني انا هطلع هنا لحد عند واي ب 3 وابدا ارسم البارابولا بتاعتي، تطلع عندي بالمنظر ده كده وتبقى مفتوحه لتحت، قلنا عشان خاطر الاكس ايه الاكس تربيع بالسالب. طيب دي نقطه واحد، تمام، احنا عملنا شيفت في واي بمقدار 1 وهنا عملنا شيفت في واي بمقدار 3. طيب وبعدين تعال بقى ناخد الشريحه بتاعتي، انا محتاج اخد شريحه افقيه او شريحه راسيه. قلنا بناخد شريحه على اساس ايه؟ والله لو الداله بتاعتي ينفع ان انا اعمل لها تكامل بالنسبه للاكس او بالنسبه للواي عادي في الاول، مش صعب يعني ان انا اعمل لها تكامل بالنسبه للاكس او بالنسبه للواي، يبقى اخد الشريحه بتاعتي على حسب الرسمه وحسب الاسهل في الرسمه. والله في حاله ان الداله كان صعب او مستحيل ان انا اعمل لها تكامل بالنسبه للاكس، يبقى انا كده مضطر ان انا اخد الشريحه راسيه عشان اعمل تكامل بالنسبه للواي الاول او العكس. هنا الداله ينفع اعمل لها تكامل بالنسبه للاكس او ينفع اعمل لها تكامل بالنسبه للواي في الاول عادي ما تفرقش معايا، يبقى انا هرجع ابص على الرسمه. قلنا ناخد الشريحه على اساس ايه؟ بناخد الشريحه على اساس انه في طول الفتره اللي انا بعمل فيها تكامل، اللي هي هتبقى الفتره دي كده اللي هي الحته دي كده، بدايه الشريحه ونهايتها ما تتغيرش عشان خاطر ما اضطرش ان انا اقسم تكامل. فنفترض جت رسمه سواء خدت شريحه افقيه او راسيه هضطر ان انا اقسم، خلاص يبقى انا كده هاخد ايه؟ ده انا مضطر لكده. انما في حاله ان انا ينفع اخد شريحه تخليني ما اقسمش التكامل خالص هعمل كده. والله هنا انا لو خدت شريحه افقيه هلاقي ان انا في الفتره اللي الحته اللي تحت دي بدايه الشريحه هنا ونهايه الشريحه هنا، لحد ما اطلع فوق الاقي بدايه الشريحه بقت هنا ونهايه الشريحه بقت هنا. فالبدايه اتغيرت، بدل ما هنا الشريحه كانت بدايتها على الكيرف اللي هو واي ايكوال اكس تربيع بلس 1 ونهايتها على الكيرف اللي هو واي ايكوال 3 ماينس اكس تربيع، فوق انا طلعت بقيت بدايه الشريحه على الكيرف اللي هو واي ايكوال 3 ماينس اكس تربيع ونهايتها على ايه؟ على نفس الكيرف. فبالتالي الشريحه بتتغير، بدايتها ونهايتها بتتغير. طيب فكده هضطر اقسم تكامل. على العكس لو انا خدت شريحه راسيه اصلا، لو اخدت شريحه راسيه كده، اخدت شريحه راسيه هلاقي بدايه الشريحه هنا، بدايه الشريحه على الكيرف اللي هو واي ايكوال اكس تربيع بلس 1 ونهايه الشريحه على الكيرف اللي هو واي ايكوال 3 اكس تربيع. طول ما انا ماشي هلاقي الشريحه ايه بدايتها ونهايتها ما بتغيروش. يبقى انا كده قررت ان انا اخد شريحه ايه راسيه اسهل. اخد شريحه راسيه يعني دي كده هتبقى عباره عن دي واي دي اكس. دي واي دي اكس انا محتاج اطلع بقى حدود الاكس وحدود الواي. طيب تعال نجيب الحدود. ادي الداله بتاعتي اللي هي اكس على جذر واي. وقلنا الترتيب بتاعنا عرفت ان هو هيبقى عباره عن دي واي دي اكس. تعال نطلع الحدود بتاعتي. الحدود بتاعتي قلنا الحدود اللي بره هتبقى حدود اكس وحدود اكس بتبقى ثوابت. بنجيب حدود اكس ازاي؟ باجي من الشمال خالص لحد اول نقطه تقابلني هنا. اول نقطه ديت هنزل اشوف في ديت بكام؟ تبقى هي ديت بدايه حدود اكس. حد اكمل لحد اخر نقطه انزل اشوف النقطه ديت كام؟ تبقى هي ديت نهايه حدود واي، نهايه حدود اكس. طيب ازاي هجيب النقطه دي؟ وازاي هجيب النقطه دي؟ هما النقطتين دولت نقطتين تقاطع بين الكيرفين. عشان خاطر اعرف النقطه ديت والنقطه ديت يبقى انا هاخد الكيرفين دولت احلهم مع بعض. والناتج اللي هيطلع لي هيبقى هما دول هي ديت نقطه التقاطع. طيب يعني ايه احل الكيرفين مع بعض؟ يعني انا هاخد المعادلتين بتوع الكيرفين دولت اساويهم ببعض. يعني هقول ايه؟ هقول ان اكس تربيع زائد 1 مش واي بتساوي اكس تربيع زائد 1 وواي بتساوي 3 ماينس اكس تربيع، يبقى هاخد المعادلتين اساويهم ببعض. يبقى اكس تربيع زائد 1 هتساوي 3 ماينس اكس تربيع. يعني 2 اكس تربيع هتساوي 1 هتساوي 2. يعني اكس تربيع هتساوي 1 يعني اكس هتساوي بلس اور ماينس 1. دي كده نقط التقاطع بتاعت الكيرفين. يعني ايه؟ يعني الكيرفين دولت متقاطعين هنا عند النقطه ماينس 1 وعند النقطه 1. طيب يبقى التكامل حدود الاكس بتاعتي تبقى من ايه؟ من النقطه من اكس بسالب 1، يعني هنا من سالب 1 لحد اخر نقطه في اكس اللي هي ب 1. طيب حدود الواي بتاعتي قلنا بنيجي من تحت لحد اول نقطه تقابلني، اول نقطه قابلتني كده على الكيرف اللي هو واي ايكوال اكس تربيع بلس 1. يعني هنا كده هيبقى عباره عن اكس تربيع بلس 1. وافضل مكمل لحد فوق اخر نقطه تبقى على الكيرف اللي هو واي ايكوال 3 ماينس اكس تربيع، هنا لحد 3 ماينس اكس تربيع. وهبدا بقى ان انا اعمل التكامل ده. طيب هبدا اعمل التكامل تكامل جذر واي. تكامل جذر واي هيبقى عباره عن تكامل جذر واي. جذر واي ديت كانها عباره عن واي باور هاف. فواي باور هاف ديت يعني انا هزود الاس 1 واقسم الاس الجديد. هزود الاس دي واي كانها واي باور ماينس هاف، معلش تمام، انها جذر تحت. هزود الاس 1 واقسم الاس الجديد يبقى كانها عباره عن واي باور هاف وهقسم على نص، يعني انها هيبقى عباره عن التكامل بتاع ده كده هيبقى عباره عن 2 واي باور نص. تمام ده كده التكامل. المفروض ان انت التكاملات دي تكون حافظها ومراجعها يعني وعارفها عشان خاطر تقدر تعمل الشكل ده الكلام ده على طول. يعني ده هيبقى عباره عن 2 تكامل من ماينس 1 ل 1 بتاع اكس مضروبه في جذر واي، والحدود بتاعت الواي بتاعتي من اكس تربيع بلس 1 لحد 3 ماينس اكس تربيع دي اكس. تعالى نعوض بالحدود بتاعت واي عندي 2 وعندي هنا تكامل من ماينس 1 ل 1 تمام، والاكس دي زي ما هي اهي مضروبه. هعوض عن الواي الاول ب 3 ماينس اكس تربيع، يعني عندي جذر 3 ماينس اكس تربيع ماينس جذر اكس تربيع بلس 1 دي اكس. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا اضرب الاكس هنا واضرب الاكس هنا واعمل تكامل.
لما نيجي نعمل الكلام ده هتبص هتلاقي ان هو هيبقى المفروض التكامل ده يتحل بالتفاضله، وهتلاقي التكامل طويل شويه. بس انا ممكن ابص على حاجه معينه. ايه الحاجه اللي ممكن ابص عليها؟ والله انا لما بلاقي عندي تكامل من سالب حاجه لموجب نفس الحاجه ديت، بفكر في الحكايه بتاعت الاود والايفن فانكشنز. تمام، يعني خلي بالك من الحته دي. طيب انا عندي تكامل من سالب واحد واحد، فهفكر في الجزء ده. هبص والله على نوع الدوال اللي موجود عندي. والله الاكس ديت هي عباره عن اود فانكشن، داله فرديه. هدخل جوه هنا هلاقي الجذر 3 ماينس اكس تربيع ده ايفن فانكشن، دي داله زوجيه، والجذر اكس تربيع بلس 1 ده برده داله زوجيه. فداله زوجيه ناقص داله زوجيه يبقى التوتال ده كده كله على بعضه ايفن فانكشن، داله زوجيه. داله زوجيه مضروبه في داله فرديه، يعني الناتج كله داله فرديه. قلنا لما يبقى عندي تكامل من سالب حاجه الموجب نفس الحاجه بتاع داله فرديه، بيطلع الناتج ده، التكامل ده بيساوي زيرو على طول. والله لو انت تعبت نفسك وضربت وكملت التكامل هتلاقي الناتج برده في الاخر بيطلع يساوي زيرو. والله لو انت خدت بالك من الاول بقى يبقى كده اسهل لك بكتير، وايه اختصرت وقت طويل في حل المساله. تعال نشوف مساله كمان. والله مديني مساله من المنظر ده كده، بيطلب مني تكامل على ار، تمام، بتاع اي باور اكس كوزين واي دي ايه. نفس المشكله اللي قابلتنا في كذا مساله اللي فاتوا، مديني الداله مش مديني الحدود ولا مديني الترتيب. يعني انا كده محتاج ارسم واطلع انا حدود الترتيب. الار بتاعتي هي عباره عن اكس ايكوال ساين واي، تمام، واكس ايكوال 0 وواي ايكوال واي على 2، تمام، وهي دي ايه، دي الريجن ار بتاعتي. طيب محتاج ان انا ارسم، تعالى نرسم. والله اكس ايكوال ساين واي ديت ما اعرفش ارسم، امال انا اعرف اعمل ايه؟ والله اعرف اقول ان طالما اكس بتساوي ساين واي، يعني انا ممكن اخد ساين انفرس الطرفين، فبالتالي لما اخد ساين انفرس الطرفين هيبقى عباره عن ساين انفرس اكس بيساوي ساين انفرس ساين واي، ساين انفرس ساين واي اللي هي تبقى عباره عن واي. يعني واي ديت هي عباره عن ساين انفرس اكس. واي ايكوال ساين انفرس اكس الرسمه بتاعتها تبقى حاجه بالمنظر ده كده. حاجه كده. تمام؟ طيب. وبعدين؟ والله هو دي كده. النقطة دي كده تبقى ماينس 1، دي كده في رسمة الساين انفرس يعني، والنقطة دي كده بتبقى 1. وبيديني الحدود بتاعت اكس، بيقول لي عند اكس ايكوال 0 يعني عند الواي اكسس يعني الحتة دي، تمام، لحد واي ايكوال باي على 2، واي ايكوال باي على 2 يعني بيبقى خط افقي كده هنا كده عند باي على 2، تمام، وهنا دي اللي تحت دي خالص كده بتبقى ماينس باي على 2. دي من خاصة بتاعت رسمة الساين انفرس يعني، المفروض ان الرسومات دي تتراجع. يبقى انا هنا بيقول لي من الكيرف بتاع ساين انفرس اكس ايكوال واي، يعني ده الكيرف، اكس ايكوال 0 يعني اللي هو الواي اكسس، وواي ايكوال باي على 2 يعني انا بشتغل على الريجن دي كده، الحته دي بس، مش هاخد الحته دي، مش هاخد الحته دي. طيب محتاج بقى ان انا اخد الشريحه بتاعتي. والله هنا لما اجي اخد الشريحه بتاعتي هبص الاقي ان انا لو خدت الشريحه افقيه، لو خدت الشريحه افقيه هنا كده هتبقى بالنسبه لي المساله بدايه الشريحه طول الفتره ديت على على واي اكسس، ونهاية الشريحة على الكيرف بتاع ايه ساين انفرس. والله لو خدت الشريحة بالمنظر ده كده هلاقي بداية الشريحة دايما على الواي ساين انفرس، ونهاية الشريحة على الخط اللي هو واي ايكوال باي على 2، فبالتالي ايه بداية الشريحة ونهاية الشريحة ما بتتغيرش سواء خدتها افقية او راسية. فتعالى ناخد احنا الشريحة افقية. ناخد شريحة افقية يعني الترتيب بتاعي هيبقى عبارة عن دي اكس دي واي، شريحة افقية يبقى دي اي باور اكس كوزين واي، والترتيب بتاعي هيبقى عبارة عن دي اكس دي واي. طيب وبعدين؟ خدت شريحة افقية يعني انا محتاج اجيب حدود واي الاول. حدود واي اللي هي بتبقى عباره عن حدود واي عباره عن ثوابت، حدود واي عباره عن ثوابت. فقلنا بنعمل ايه؟ والله بناخد بين خط من تحت كده لحد اول نقطه تقابلني في الكيرف، اول نقطه قابلتني اللي هي النقطه دي كده، النقطه ديت كده اللي هي عباره عن واي ايكوال 0 يعني هنا 0، لحد اخر نقطه خالص في الكيرف اللي هي هتبقى على الخط ده اللي هي واي ايكوال باي على 2، يعني حدود الواي من 0 لباي على 2. تعالى نجي حدود الاكس، حدود الاكس هتبقى عباره عن ايه؟ قلنا بنيجي من الشمال خالص لحد اول نقطه تقابلني، اول نقطه قابلتني هنا اللي هي الواي اكسس اللي هو معادلته اكس ايكوال 0 يعني هنا لحد من اكس ب 0، لحد اخر نقطه تقابلني على الكيرف اللي هو ده اللي هو واي ايكوال ساين انفرس اكس، يعني اللي هو عباره عن اكس بتساوي ساين واي. ومحتاجين احنا بقى نعمل التكامل. طيب هنعمل تكامل بالنسبه لاكس الاول، فكوزين واي ديت ثابت هتنزل زي ما هي، يعني هيبقى عندي تكامل اهو من 0 لباي على 2، تمام، الكوزين هتنزل زي ما هي، ادي كوزين واي. تكامل الاي باور اكس هو هيبقى عباره عن اي باور اكس زي ما هو، والحدود بتاعتي من 0 لساين واي، من 0 لحد ساين واي دي واي. هعوض بالحدود بتاعتي هيبقى عباره عن تكامل من 0 لباي على 2 بتاع
كوزين واي مضروبة في اي باور سين واي ماينس لما اعوض عن اكس زيرو يطلع لي اي باور زيرو اللي هي بوان دي واي. يعني الناتج التكامل ده عبارة عن تكامل من زيرو لباي على الاثنين تمام بتاع اي باور سين واي كوزين واي ماينس كوزين واي دي واي. والله تكامل كوزين واي ده هو عبارة عن سين. تكامل اي باور سين كوزين دي هتبقى عبارة عن المفروض انها تكامل بالتجزئة او بالتفاضلة. هنعمله ازاي الكلام ده؟ يبقى عبارة عن تكامل من زيرو لباي على الاثنين بتاع كوزين ديت تكاملها يبقى عبارة عن سين خلاص عرفناها سين واي والحدود بتاعتي من زيرو لباي على الاثنين. فاضل لي والله التكامل ده. التكامل ده بما ان الاي عشان اعرف اعملها تكامل لازم الاس الباور بتاعها يكون زي اللي ورا الواي زي اللي ورا الدي. فكوزين واي ديت انا لو خدتها وديتها ورا الدي بالتكامل بتاعها بطريقة التفاضلة هتبقى تكامل الكوزين بساين. يعني هيبقى عندي هنا اي باور سين واي تمام دي سين واي وده هنا الكوزين تكاملها بالساين وما انساش السالب بتاعها. اي باور سين حاجه اي باور حاجه دي نفس الحاجه التكامل بتاعها بيبقى الاي زي ما هي. يعني التكامل ده كده يبقى الناتج بتاعه عباره عن اي باور سين واي والحدود بتاعتي من زيرو لباي على الاثنين ماينس سين واي والحدود برضو من زيرو لباي على الاثنين. هعوض عن الحدود دي اعوض بالحدود دي اعوض بالحدود دي واشوف الكلام ده هيطلع بيساوي كام تمام هيساوي رقم اللي هو ده الناتج بتاعي. اخر حاجه بقى ممكن نتكلم عليها في الفيديو ده حاجه بنسميها ريفرسنج اوف اوردر. يعني ايه ريفرسنج اوف اوردر؟ ده ان هو بيبقى مديني ترتيب معين للتكامل وانا هروح اعكس الترتيب ده. طب هعكس الترتيب ده ليه؟ التكامل ممكن يديني هو ترتيب معين والترتيب ده التكامل على الترتيب اللي هو مديهولي ده صعب ما اعرفش اعمله فهضطر انا ان انا ابدل الترتيب. لو انا هبدل الترتيب ده قبل ما ابدل الترتيب محتاج ان انا ابص على ايه؟ محتاج ان انا ابص على الحدود. والله الترتيب بتاعي دايما بيبقى مرتبط بالحدود تمام. دي كده حاجه معينه دي حاجه معينه يا اما دي اكس يا اما دي واي اكس. والله الترتيب دايما بيبقى مرتبط بالحدود فانا عشان ابدل الترتيب ده لازم اركز على الحدود. والله في حاله ان الحدود بتاعتي دي كانت ثوابت كلها الحدود اللي جوه واللي بره كلها ثوابت يبقى انا ممكن ابدل الترتيب بتاعي عادي ما عنديش مشاكل وخلاص. في حاله ان الحدود بتاعتي دي كانت فيها دوال مش ثوابت يبقى انا لا عشان خاطر اعمل اعكس الترتيب بتاعي محتاج ان انا اروح ارسم الريجن بتاعتي ار وابدل الشريحه بدل ما هو مديني لو مديني مثلا دي اكس دي واي يعني انا كاني واخد شريحه افقيه. والله لا انا هرسم الرسمه بتاعتي واروح اخد شريحه راسيه واطلع بقى الحدود التكامل بتاعتي واشتغل عليه. تعال نشوف مثال على الكلام ده. مثال على الكلام ده حاجه زي كده مثلا مديني تكامل من 0 ل 1 ومن اكس لحد 1 بتاع 1 على 1 بلس واي باور 4 دي واي دي اكس. طيب هنا دي واي دي اكس يعني انا المفروض اعمل تكامل بالنسبه لواي الاول. طب 1 على واي بلس 1 على 1 بلس واي باور 4 التكامل ده كده صعب جدا ان انا اعمله بالنسبه لواي. هعمل ايه؟ والله التكامل صعب يبقى انا محتاج ان انا اعمل اعكس الترتيب بتاعي. طيب محتاج اعكس الترتيب يبقى انا هروح ابص على الحدود. والله الحدود بتاعتي اللي هي حدود الاكس عباره عن ثوابت حدود الواي فيها دوال يبقى انا ما ينفعش اعكس الترتيب كده مباشره. طب تعالى نطلع الريجن ار بتاعتي. الريجن ار بنطلعها من فين؟ قلنا الريجن ار نقدر نطلعها من الحدود. والله الحدود بتاعتي هي عباره عن اكس ايكوال 0 اهو و x equal 1 و y equal x و y equal 1 يعني y equal x و y equal 1. انا يعني كده طلعت المعادلات بتاعت الريجن بتاعتي اقدر اروح ارسمها. ادي الريجن بتاعتي هروح ارسمها. x equal 0 ده عباره عن ال y axis. x equal 1 ده عباره عن خط مستقيم راسي عند x ب 1. والله y equal x قلنا ده خط مستقيم مايل بيمر بنقطه الاصل. y equal 1 ده عباره عن خط افقي عند y بتساوي 1 ودي هتبقى نقطه التقاطع بتاعهم كلهم. نقطه التقاطع بتاعهم كلهم هتبقى دي عند ايه؟ عند 1. ده كده خط ايه؟ افقي عند y ب 1. طيب انا محتاج ان انا اخد انهي حته؟ هاخد الحته اللي فوق دي ولا اخد الحته اللي تحت؟ والله هاخد الحته اللي فوق. ليه هاخد الحته اللي فوق؟ عشان خاطر انا محتاج الحته المحصوره بالمعادلات دي. المعادلات بتاعتي اللي هي عباره عن x equal 0 قلنا اللي هو ال y axis x equal 1 اللي هو ده تمام في النقطه دي اهي y equal x اللي هو ده و y equal 1 اللي هو ده
انا كده هاخد الحته اللي فوق دي تمام. امتى كنت اخد الحته اللي تحت؟ كنت اخد الحته اللي تحت لو كان مش معطى عندي بدل x equal 0 دي كان قايل لي y equal 0. لو كان قال لي y equal 0 x equal 0 y equal 0 اللي هو كان يبقى x axis كنت اخد الحته اللي تحت. بس طالما هو مديني ال y axis يبقى انا هاخد الحته اللي فوق. طيب هو كان مديني الترتيب بتاعي دي وادي x، يعني كان هو واخد شريحه راسي، انا كده بديهيات ان انا اروح اخد شريحه افقيه عشان خاطر ايه اعكس الترتيب. هاخد شريحه افقيه، انا محتاج ايه ابدل الايه اطلع الحدود الجديده من على الرسمه. والله الحدود الجديده بتاعتي هتبقى عباره عن انا خدت شريحه افقيه، فالتكامل بتاعي يبقى بتاع 1 على 1 زائد y باور 4 دي اكس دي واي. دي اكس دي واي يعني الحدود اللي ورا هتبقى هي بتاعت واي. الحدود بتاعت واي هتبقى عباره عن قلنا بنيجي من تحت خالص كده لحد اول نقطه تقابلني في الكيرف. اول نقطه قابلتني في الكيرف كانت بتاعت y ايكوال 0، يعني هنا الواي ب 0، لحد اخر نقطه تقابلني على الكيرف اللي هي y ب 1، يعني هنا لحد 1. نيجي بقى لحدود اكس، انا جاي من الشمال لحد هنا اول نقطه تقابلني اللي هي بتاعت x ايكوال 0، يعني الحدود بتاعت x من 0 لحد اخر حاجه تقابلني اللي هي بتاعت y ايكوال x، يعني هنا لحد x ب 1. هروح اعمل التكامل. انا بعمل تكامل بالنسبه ل x، فبعتبر الواي بتاعتي كانها ثابت. لما اعتبر الواي كانها ثابت يعني الشكل ده كده كله على بعضه هينزل زي ما هو، واضرب في اكس، يعني الكلام ده يبقى عباره عن تكامل من 0 ل 1 بتاع ادي 1 زائد y باور 4، وتكامل الواحد بينزل اكس يبقى عباره عن اكس، يعني بتاع اكس والتكامل بتاعي من 0 ل y دي هو. هعوض بالحدود بتاعتي الاقي ان التكامل بتاعي بقى عباره عن كده، التكامل من 0 ل 1 بتاع y على 1 زائد y باور 4 دي هو. اه والله التكامل كده اسهل ازاي؟ والله انا هاخد الواي ديت، الواي دي اوديها واردها بالتكامل بتاعها، هتبقى عباره عن نص. المفروض التكامل بتاع ده اللي هو نص واي تربيع، يعني نص والحدود بتاعتي من 0 ل 1 بتاعت 1 على 1 زائد واي باور 4 دي واي تربيع. دي واي تربيع ديت احنا ممكن نشيل واي تربيع ونسميها مثلا او سيب الواي تربيع زي ما هي، مش مشكله مثلا احنا نسيبها نشيلها. والله انا عندي دي واي تربيع دي حاجه، وهنا تحت موجود واحد على واحد زائد التربيع بتاع الحاجة دي، يعني هنا ديت واي تربيع وهنا واي تربيع، لما ربعها كمان تبقى واي باور 4. الشكل ده كده التكامل بتاعي بيبقى عبارة عن تكامل التانيين بس. والله لو انت متلخبط ومش هتعرف تعمل تكامل على الوضع اللي هو بتاع واي تربيع ده، ممكن تشيل الواي دي التربيع دي مثلا تسميها يو، يبقى ده كده عبارة عن يو تربيع. فواحد على واحد زائد حاجة تربيع ده التكامل بتاعه بيبقى عبارة عن تانيين بس. فانا اقدر اقول ان التكامل ده عبارة عن يساوي 2 يساوي نص معلش tan inverse y تربيع، والحدود بتاعتي من 0 ل 1. وتعوض بقى بالحدود بتاعتك، شوف ايه عن ال y تربيع مره ب 1 وتعوض ال y تربيع مره ب 0 وتشوف الكلام ده يطلع بكام، يبقى ده ايه ده النتيجه بتاعتك. تمام، تعال نشوف مساله كمان. حاجه مثلا بالمنظر ده، تكامل من 0 ل 1 ومن 0 لكوزين انفرس واي بتاعت سيك اكس دي اكس دي واي. مطلوب مني انا اعمل التكامل ده. طيب بيبقى انا محتاج ايه؟ انا ببقى محتاج الداله او موجوده، موجود الترتيب بتاعي، موجود الحدود، يبقى انا كده معطيات المساله عندي موجوده. محتاج ان انا ابدا المساله. والله قلنا انا على الشكل اللي هو مديني كده يبقى انا مش محتاج ارسم، خلصت ان هو مديني كل حاجه. والله على الشكل اللي موجود قدامي ده، فالداله اللي هي سيك اكس ديت بالنسبه لي عادي اعرف اعملها، اعملها تكامل بالنسبه لاكس عادي. تعالى نعملها تكامل بالنسبه لاكس. تكامل الداله دي بالنسبه لاكس هيبقى عباره عن ادي الحدود بتاعتي من 0 ل 1. تكامل السيك بيبقى عباره عن لين سيك زائد تان، لين سيك اكس زائد تان اكس بيبقى محفوظ يعني. والحدود بتاعتي بتبقى من حدود لين من 0 لكوزين انفرس واي دي واي. تعالى نعوض. والله لما اعوض عندي هيبقى عباره عن تكامل من 0 ل 1 بتاع لين سيك، هعوض عن الاكس بكوزين انفرس واي، يعني سيك كوزين انفرس واي زائد تان كوزين انفرس واي. تمام، وهعوض بالزيرو برضه هيطلعوا بزيرو دي واي. محتاج بقى ان انا اعمل تكامل بالنسبه لواي. طب التكامل ده هعمله ازاي بالنسبه لواي؟ مستحيل طبعا انا اعرف التكامل ده بالنسبه لواي، التكامل صعب جدا. طب التكامل صعب يبقى انا هعمل ايه؟ المساله كده وقفت؟ لا، تعالى نفكر ان احنا اصلا نعكس الترتيب الاول من هنا. يعني ايه؟ انا عملت التكامل الاول بالنسبه لواي واللي طلع عملت التكامل بالنسبه لاكس. شوف المساله ممكن تبقى اسهل. يعني انا لما بدات التكامل بالنسبه لاكس الاول طلع لي تكامل صعب هنا، التكامل الثاني بتاعي طلع صعب جدا مش عارف اعمله. تعالى نعكس الترتيب من الاول ونشوف لما اعكس الترتيب المساله هتبقى اسهل ولا مش هتبقى اسهل.
المسألة بتاعتي كانت تكامل من 0 ل 1 وتكامل من 0 لحد كوزين انفرس واي بتاعت سيك اكس دي اكس دي واي. طيب تعالى نطلع لو انا عليك استكتيف، تعالى نطلع الحدود بتاعت ار اللي احنا نرسمها. والله حدود ار بتاعتي كانت من واي ايكوال 0 لحد واي ايكوال 1، يعني واي ايكوال 0 وواي ايكوال 1. حدود الاكس بتاعتي كانت من اكس ب 0 لحد اكس كوزين انفرس واي، يعني اكس ب 0 لحد اكس ايكوال كوزين انفرس واي. اكس ايكوال كوزين انفرس واي اللي هي نفسها كانها واي ايكوال كوزين اكس. والله واي ايكوال كوزين اكس بالنسبه لي اعرف رسمتها، اعرف رسمها. تعالى نرسم. والله اللي هو واي ايكوال كوزين اكس تبقى رسمتها حاجه بالمنظر ده كده. تمام؟ دي كده تبقى 1 واخر نقطه اقل نقطه هنا تبقى ماينس 1. تمام؟ طيب ودي كده بتبقى عباره عن دي هنا باي على 2، المفروض دي كده تبقى باي، دي تبقى 3 باي على 2 وهكذا. والله دي كده واي ايكوال كوزين اكس. اكس ايكوال 0 ده اللي هو عباره عن الواي اكسس، واي ايكوال 0 اللي هو عباره عن الاكس اكسس، واي ايكوال 1 اللي هو دي. واي ايكوال 1 يعني عباره عن خط افقي هنا كده. تمام؟ طيب انا هعمل ايه؟ فين الجزء بتاعي الريجن بتاعي اللي انا هشتغل عليه؟ والله الريجن بتاعي اللي انا هشتغل عليه هيبقى عباره عن الحته دي، الحته دي من دي 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 دي، يعني الحته دي كده هشتغل عليه. طيب انا عكس الترتيب بتاعي، انا هعمل ايه؟ انا هاخد شريحه رأسيه بالمنظر ده كده. والله هاخد شريحه رأسيه، يعني التكامل بتاعنا هعكسه هيبقى عباره عن دي واي دي اكس، يبقى تكامل سيك اكس دي واي دي اكس. انا عكس الترتيب، يعني انا محتاج اجيب حدود اكس الاول. حدود اكس الاول اللي هو انا بعمل ايه؟ باجي من الشمال خالص كده لحد اول نقطه تقابلني في الريجن. اول نقطه قابلتني دي اللي هو الخط ده اللي هو معادلته ايه؟ اللي هو معادلته اكس اكس ايكوال 0، يعني اكس في 0 لحد اخر حاجه هنا كده. اخر حاجه هنا كانت الايه؟ الاكس باي على 2، اكس باي على 2. حدود الواي، حدود الواي وانا طالع من تحت كده، لا اول حاجه قابلتني اللي هو الخط اللي هو واي ايكوال 0. تمام؟ يعني حدود الواي من 0 لحد الكيرف ده، لحد اخر حاجه قابلتني اللي هو الكيرف اللي هو كان كام؟ اللي هو كان واي ايكوال كوزين اكس. طيب نعمل التكامل ده. والله لما اعمل التكامل ده بالنسبه لواي فالسيك دي تعتبر ثابت، فهعمل نتيجه التكامل هيبقى عباره عن واي مضروبه في سيك، يعني هيبقى عباره عن الكلام ده بيساوي تكامل من 0 لباي على 2 بتاع سيك اكس تنزل زي ما هي. تكامل الواحد بالنسبه لواي هيبقى عباره عن واي، حدود التكامل بتاعتي من 0 لكوزين اكس دي اكس، هعوض عن الواي بكوزين وزيرو، يعني الناتج ده يبقى عباره عن التكامل ده يبقى عباره عن تكامل من 0 لباي على 2 تمام بتاع سيك اكس مضروب فيه، اعوض عن الواي بكوزين ماينس، المفروض اعوض عن الواي ب 0 تطلع ب 0 دي اكس. والله كوزين اكس في سيك اكس بيطلع بالناتج ده ب 1، ما هو السيك دي عباره عن 1 على كوزين، فكوزين في 1 على كوزين يطلع ب 1، يعني تكامل من 0 لباي على 2 بتاع 1 دي اكس اللي هو يطلع تكامل يطلع الناتج بتاعه الاكس من 0 لباي على 2، يعني الناتج بتاعي طلع في الاخر بكام؟ بباي على 2. شوف لما انا عملت ريفرسنج بدلت الترتيب طلع بالنسبه لي التكامل الثاني سهل جدا اللي هو كده طلع لي ب 1، على عكس هنا لما كنت بعمل التكامل على الترتيب ده اللي هو دي اكس دي واي كان التكامل الثاني طلع لي ايه؟ المنظر ده كده كان تكامل ايه؟ صعب جدا. تمام؟ دي كده بقى الحاجات اللي هي ممكن تجي لي. تحلوا طبعا مسائل اكتر من كده، تشوفوا بقى افكار جديده حسب ايه شكل الرسمه، تعرف ازاي تقدر تاخد الشريحه بتاعتك على الافقيه ولا الرأسيه، تعرف ازاي تطلع ايه؟ الحدود بتاعت التكامل من على الشريحه على حسب اختيارك للشريحه. شوف مسائل بتاعت الريفرسنج اوف اوردر على حسب ايه شكل المساله برضو، اسهل لي ان اعمل تكامل بالنسبه للاكس الاول واسهل لي ان اعمل تكامل بالنسبه للواي الاول والكلام ده كله. كده الفيديو ده يكون خلص ان شاء الله. فاضل لنا فيديو كمان في الدبل انتجريشن، هنشوف فيه الحاجات اللي فاضله فيه كلها ونخلصه ان شاء الله. شكرا جدا، نشوفكم في الفيديو الجاي.